السلام عليكم، هذه ريترو كاز أونسيا، يعني قديمة ياسر، موديل الله أعلم 2005. عندنا هنا زيت ليدرولي ولي باتري يجو هنا. النيفو تاع زيت ليدرولي كيجي هنا، هذه مركبينها الماردو وعنده بلايص لغريسور هنا وهنا فوق. هذا ريزيرفوار تاع المازوت، دائما في كل ريترو عندنا دائما هكا طلعة الجودي هكا هابطة وهكا تغلق الجودي وهكا تفتح. باش تفتح اللاما عليك تفتح سكي، طلع سكيورتي هذا هكا وتدور هذه وحدها هكا وتغلق هكا وحدها وتغلق هكا. كل هذا يرجع هنا قديم شوية. عندنا الفيتاس هذا يخدم كيلومبرياج، تومبري هاك بروميير دوزيام فيها حتى ربعة. عندنا هنا الكلينيتون اغوش دروات وهنا عندنا مارشا فو مارشا ريا عادي، وعندنا هنا الفران وهنا الاكسيداتور، عندنا هنا فرا باركين وهنا باين ليكوي نتاع تاع المازوط وهو يسينيالي هنايا. هذه شحال لافومبير تاع شحال يمد الباتري. عندنا تيرمينيد سخانة الكونفرتيسور وعندنا سخانة تاع الموتور هنا منين تنور باش تدور الكرسي، ما عليك غير تضغط على هذه وتدور. هذا هنا يفتح السكيورتي تاع الكودي لاريا، وعندنا هنايا هنا باش تخدم بها المارد، تضغط على هذا باش يخدم المارد. وعندنا هنا من زيت لاكسيلاتور وهنا تاع الرجلين تهبطهم هكا وتطلعهم هكا. هادو يخدمو توجور روتاسيو ا غوش ا دروات، وتخدم لافليش الصغيرة وتديها وتجيبها عندك، وهذا تفتح الجودي وتغلق، وهذه لافليش الكبيرة تهبطها وتطلعها. هذا مشهد نظرة خفيفة والسلام عليكم.